دايما برضو دكتور احنا بنسمع ان قوة المرأة في ضعفها. أيوة. طيب هل هذا الكلام يعني صحيح 100% ولا ايه رأيك؟ احنا عرضنا يعني ايه رجولة مزيفة. حكاية قوة المرأة في ضعفها دي انا شايف كمان ان دي أنوثة مزيفة. ومش انا اللي شايف، هو العلماء اللي شافوا ووصفوا وكتبوا، وفي كلام بيتكتب يعني نصا وبيوصف قبل الفيديو ده في كلام بيوصف ضعف المرأة في دموعها، قلبها وذكائها للوصول الى هدفها، قوتها في هدوئها وليس في مش عارف ايه والصراحة. طب نشوف يا وليد، عبقرية المرأة تكمن في قلبها وقلبها هو نقطة ضعفها، الدموع عنوانها. كلام صعب جدا، وفي في كلام اصعب. المرأة كائن رقيق عاطفي حساس، احتار الشعراء في وصفها، قوتها تكمن في ضعفها، تعبر مش عارف ايه الهادئ الحنون حاجاتها لمن يحتويها، يحنو عليها يهتم بها ورعاه، ضعفها هو ما يجعلها تملك الرجل بحنانها. احنا بنوصل ايه للستات؟ بنوصل لها من فضلك خليكي ضعيفة، ما تحسيش بقوتك، ما تحسيش بنفسك، انت عايزة توصلي حاجة، العبي اللعبة بتاعت الضعف. ترسيخ مفهوم ان المرأة الضعيفة هي المرأة المرغوبة من الرجل، مش كده؟ بالظبط، وده اللي بيوصل، وللأسف ده اللي كتير من الستات بيصدقوه وبيبقوه. ودي لعبة في الحقيقة، يعني دي لعبة يعني بيعلمها المجتمع للستات علشان توصل للي هي عايزاه. وللأسف أحيانا بنروح جايبين الكلام ده باسم الدين، والدين ملهوش أي علاقة بده. ده الدين بيقول إن إحنا سواسية قدام ربنا كأسنان المشط. الحكاية مش معادلة قوة، مش خناقة، مش مين قوي ومين ضعيف. زي ما هنسمع في فيديو لأحد الدعاة المشهورين، هو بيقول إنه قوة المرأة في ضعفها أو ما شابه ذلك. نسمع مع بعض. زوجها. ولذلك قال العلماء: إذا أرادت المرأة أن تغلب زوجها، الحين كان نفسي النساء بس اللي يسمعوا الكلام، لكن أنا كده هكشف الموضوع، هكشف ملعوب يعني. إذا أرادت المرأة أن تغلب زوجها في كل الجولات فلتضعف أمامه، قوتها في ضعفها، كلما ضعفت كلما كسبت، لكن تقف تشمخ كده بأنفها يوم كسره لها على طول. ده راجل. ده راجل. طب هي دي بقى الرجولة اللي احنا عايزين نوصلها للناس. لك تكسب في كل جولات، واحنا داخلين حرب يا سيدنا الشيخ. بالظبط، هي حرب، هي كأنها حرب. مين قوي ومين ضعيف؟ مين يكسر مين؟ وقال لا، لو تشمخ هيكسر لها. طب ايه ده؟ زي يذبح القطة كده يعني. هو أنا عايز أوصل للست اللي معايا إن أنا إنسان مرعب، أنا عايزها تخاف، أنا عايز العلاقة بيني وبينها تبقى علاقة خوف، ولا علاقة حب واحترام وود ومودة وهكذا. بس ردوا على حكاية اذبح لها القطة دي، لما الله يرحمها سعاد حسني جيت اذبح القطة جرى لي اللي جرى. أحمد زكي أعتقد هو هيك بالظبط. صلاح جايين الله يرحمه. فإحنا محتاجين نعيد فهم يعني إيه أنوثة. مفيش أصل علمي لهذا الكلام. الكلام اللي اتقال ده ملهوش أي أصل علمي، هو أصل يعني إيه؟ أصل بقى ثقافي، أصل تقاليد، تراث، تقاليد مجتمع. عايزين نحصر الست في دور معين علشان خايفين إنها تبقى حاسة بنفسها ويبقى ليها وجود وكيان.